هنروح بقى الخبر تاني، نسيبنا طبعا من الهند والناس اللي بتقع في المنحدرات ونروح لأمريكا الجنوبية وتحديدا للأرجنتين اللي كان فيها قصة عجيبة غريبة مريبة. الشرطة هناك كشفت عن نفق كان لصوص عايزين يسرقوا من خلاله بنك من أكبر البنوك في الأرجنتين. يعني الشرطة قالت إن النفق ده حفروا اللصوص في حوالي 9 شهور كاملين، وكانوا طبعا مجهزينه عشان يسرقوا البنك عن طريق النفق ده، لكن بالصدفة اكتشفوا النفق قبل ما يستخدموه. والصدفة دي كانت واحدة طبعا، يعني واحد واقف بعربيته بس حس إن العربية بتترعى شوية بتتهز شوية زي ما يكون حد بيكسر حاجة تحت الأرض، بس ما كانش فيه حفر جنبه، فبلغ الشرطة وهم اكتشفوا إن النفق ده يعني موجود بس ما لقوش حد من اللصوص اللي حفروه. وكأنهم يعني يا دينا انا مش عارفه يعني فص ملح وداب. الحاجه الغريبه والمثيره كمان ان نفس المدينه دي في الارجنتين من 2006 تعرض فيها بنك للسرقه بنفس الطريقه باستخدام نفق تحت الارض وسموه سرقه القرن وقتها. يعني تحس ان الحراميه دول حبوا يقلدوا السرقه اللي حصلت من 18 سنه، او هم نفس الحراميه والشرطه كانت بتتفرج على الفيلم وراحوا يحفروا نفق جديد بنفس الطريقه، ولكن يعني لحد النهارده بقول لك الشرطه كانت اتفرجت على الفيلم فعارفه تقبض عليهم فين. بالظبط كانوا يخترعوا فكره جديده. ما تكونش اتحرقت. موضوع الانفاق والحاجات دي يعني بس بذلوا مجهود على الفاضي. ما بس الحمد لله ما اتمسكوش، ولا مش الحمد لله 9 شهور كامله عشان يعملوا نفق عشان يسرقوا ده بالهم طويل وعندهم طموح. شفتي انا قلت ايه دلوقتي؟ انا قلت الحمد لله ان هم ما اتمسكوش. عارفه دي مشكله كبيره جدا. احنا بنتعاطف دلوقتي مع المسلسلات اللي هي زي مثلا انت قلتي كده، انا ما خدتش، انا قلت كده للاسف. فاكره البروفيسور المسلسل الاسباني؟ ممكن يكون عشان البنك مش عندنا. ايوه يعني الناس ابتدت تتعاطف مع اللصوص، which is يعني دي حاجه كارثيه. فالمسلسلات دي اللي خلت بقى اللصوص دي يحفروا انفاق، واحنا كمان كناس نتعاطف مع اللصوص اللي بيحفروا انفاق، ودي مصيبه في حد ذاتها يا دينا. طبعا البنك ده لو كان تبع حسابك فيك وما كنتيش هتسامحيهم ده انا كنت هدور عليكم واحد واحد. كنت هبحث مع الشرطه عليكم. بالظبط، برافو عليك يا دينا.